غيبوبة السكر. هل تعلم أن الخدمة الإسعافية الطارئة التي قدمت بواسطة جمعية الهلال الأحمر السعودي لحالات غيبوبة السكر ارتفعت من 635 حالة عام 1417 هجرية إلى 1490 حالة عام 1425 هجرية؟ يلا صباح خير. يجب على مريض السكر تناول الطعام مباشرة بعد تناول جرعة الإنسولين. هلا. لا غلطان غلطان يا أبوي. هاي ثالث مرة تتصلت. تحويلتي 215. هلا. 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 هلا أبو صالح. ايه ايه عندي خط خلاص ان شاء الله. الو هلا صباح النور حياك الله. لا لا ابشر ان شاء الله خمس دقائق بس انا اجيبك الملف دني شوي مشغول بس الحين. طيب طيب حياك الله ما اسخف. انخفاض او ارتفاع. انخفاض مستوى السكر في الدم يعطي الاعراض والعلامات التالية: غيبوبة، فقدان سريع للوعي خلال دقائق، الجلد رطب ومبلل بعرق غزير وشاحب، اللسان رطب، التنفس سريع وسطحي، النبض قوي وسريع اكثر من 100 في الدقيقة، رعشة باليدين، شعور بالتعب الشديد والارهاق. ارتفاع مستوى السكر في الدم يعطي الأعراض والعلامات التالية: الجلد جاف ودافئ، التنفس سريع وسطحي، شعور بالعطش الشديد، والفم تنبعث منه رائحة الفواكه، غيبوبة، فقدان بطيء للوعي خلال أيام، النبض ضعيف وسريع أكثر من 100 في الدقيقة. لابد تتعامل مع الحالة على أنها انخفاض في السكر. قم بإنقاذ المريض على اعتبار أن الغيبوبة بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم لأنها الأكثر خطورة على حياته. طيب كيف تصرف؟ حاول تعطي أي شيء عن طريق الفم، يا عصير برتقال أو مانجا أو أي قطعة حلاوة. إذا كان المريض واعيا وقادرا على البلع قم بإعطائه أي محلول سكري أو عصائر أو تمر عن طريق الفم. اتصل على رقم 997 عمليات الهلال الأحمر السعودي. إذا فقد المريض وعيه يمنع إعطاؤه أي شيء عن طريق الفم. اتبع التعليمات في حالة فقدان الوعي.